الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، موضوع الوسواس بيجي في الصلاة أو في الوضوء في الطهارة عموما، بتلقى الواحد يتوضى مثلا يغسل يده دي 3 مرات، تاني الشيطان يوسوس له، تاني يقول لنا أقصى يزيد، تاني يقول لك تزيد تعيد الوضوء من جديد، تاني يعيد الوضوء لحد ما الناس يقيموا الصلاة في الجامع ويسلم الإمام وينتهي. أو برضو تلقى في الحمام برضو لو داير يعني يستنجي بالماء أو بكذا، تلقاه جالس ويغسل ويقوم، يحس إنه في بول نزل منه، تاني يرجع يجلس يغسل ملابسه، تاني يقوم، تاني يجلس، يتعب تعب شديد. أو في الصلاة تلقى الله أكبر، تاني يشك إنه ما كبر تكبيرة الإحرام، يقول له الشيطان يقول له ده ما خشيت الصلاة، تاني الله أكبر، تاني الله أكبر. فهنا العلماء قالوا يا جماعة، هو مع إنه الأصل الإنسان يبني على الأقل في العبادات، يعني مثلا صلى شك إنه صلى في الظهر، صلى شك إنه صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات، السنة إنه يبني على الأقل. يعني لو ما ترجح إنه 3 ولا 4 ركعات، السنة إنه يبني على شنو؟ على الأقل، ويزيد واحدة ويجيب بعد ذلك سجود السهو بعد السلام. وكذلك في الطهارة يبني على الأقل وكده. لكن قالوا الزول اللي عنده وسواس زي ده، إنه طوالي موسوس عمل أقل عمل زيادة، قالوا ده السنة إنه يبني على الزيادة. ليه؟ عشان يقطع باب الشيطان. يبني على شنو يا جماعة؟ على الزيادة، عشان يقفل باب الشيطان عليهم. أو ده كلام الفقهاء يعني. فقالوا يقفل باب شنو؟ باب الفقهاء على باب الشيطان عليه، يقفل هذا الباب. فيبني على الزيادة. إذا جاء الشيطان قال أنت غسلت يا أخي 2 ما غسلتها 3، هو عنده وسواس يعني متكرر عنده الأمر ده طوالي، يقول في نفسه خلاص 3، ما يقول لا 2، ويمشي طوالي. كذلك في الحمام بعد ما استنجى بالماء وقام حس إنه في بلل، ما يرجع تاني، يواصل صلاته صحيحة 100%. لأنه لو رجع وتابع حبل الشيطان وخطوات الشيطان، في النهاية هو الأمر إنه قد يعني يتشدد وقد يترك العبادة نفسها. فقالوا ده حل الوحيد كده. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.